حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 31 من كانون الأول من العام 2022 اجتماع مديرية الأمور الطبية الذي أقامته في مقر رئاسة أركان الجيش، وقدم مدير الأمور الطبية إجازة مفصلا عن مهام ووظائف المديرية والمعوقات التي تواجه سير العمل. بعدها قدم مدير مستشفى الحسين العسكري إجازة عن مراحل إنجاز المستشفى واستعدادها لاستقبال الجرحى والمرضى بعد إكمال ما تبقى من المتطلبات الخاصة بها. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد الأول من كانون الثاني من العام 2023 فرقة المشاة 17 في المحمودية، وفور وصوله عقد اجتماع قدم خلاله قائد الفرقة إجازة مفصلا عن قاطع المسؤولية ومستوى الاستعداد القتالي والمعوقات التي تواجه سير العمل. بعدها أجرى السيد رئيس الأركان جولة في أروقة الفرقة مفتتحا عددا من البنايات والمنشآت التي شيدت حديثا بالجهود الذاتية. حضر السيد رئيس أركان الجيش والسيد نائب قائد العمليات المشتركة مساء الأحد الأول من كانون الثاني اجتماعا أمنيا موسعا في قيادة العمليات المشتركة. تناول الاجتماع عددا من المحاور الأمنية المهمة ومناقشتها من قبل الحضور وإبداء الملاحظات حول كل ما تم طرحه. حضر السيد رئيس أركان الجيش والسيد نائب قائد العمليات المشتركة يوم الاثنين الثاني من كانون الثاني حفل تخرج الكلية العسكرية الرابعة، الدورة التأهيلية 85، دورة حماة العراق، بعد تلقيهم مختلف الدروس النظرية والعملية والجوانب الإدارية والفنية، حيث تقدم السيد رئيس الأركان لتفتيش الدورة المتخرجة لتنطلق بعدها فعاليات حفل التخرج وسط ابتهاج وفرحة أهالي المتخرجين. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء الثالث من كانون الثاني للكلية العسكرية الأولى لمشاهدة الممارسة الخاصة باحتفالات ذكرى عيد الجيش العراقي وتخرج طلبة الدورة 111 بكل تفاصيلها، وبمشاركة صقور الجو الأبطال لقيادة القوة الجوية وفرسان طيران الجيش بكافة تشكيلاتها، إذ حلقت الطائرات عاليا في سماء العراق، كما نفذ رجال القوات الخاصة عددا من الممارسات القتالية. بعدها أبدى السيد رئيس الأركان توجيهاته وتوصياته بشأن الاحتفال.